والأخبار الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات المرحلة الأولى من التنسيق اعتبارا من بعد غد الاثنين وحتى الجمعة المقبل بأحد أدنى 394 درجة فأكثر، أي بنسبة 96.10% فأكثر لطلاب علم علوم. وقالت الوزارة في بيان أن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر، أي بنسبة 93.90% فأكثر. وفيما يخص الشعبة الأدبية تحدد الحد الأدنى للتقدم بها إلى 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80% فأكثر.